السلام عليكم. لو انا عايز اضيف المنطقة من الخريطة للمبنى اللي عندي، فممكن اقول له فايل واقول له انا عايز جي لوكيشن واقول له اد لوكيشن. ممكن تعمل سيرش هنا على المكان اللي انت عايزه، وممكن تختار اي نقطة انت عايزها، المكان اللي هتعمل فيه مشروع، وليكن مثلا المنطقة ديت اهو. ممكن تشوفها كساتلايت او كستريت ماب، وتقدر تعمل زوم بالشكل دوت. ممكن تقول له سيلكت ريجن وتبدأ تختار انهي المكان اللي انت عايزه يبقى موجود معاك لما تيجي تعمل له امبورت. وعندي بروفايدر فيه من ديجيتال جلوبال وفيه من البنج، اقول له امبورت، هيبدأ يظهر معايا هنا. هدوس على الكنترول والزرار اللي في النص عشان نعمل روتيت ونشوف المبنى اهوت. وطبعا انت لو سيفته سكتش بتقدر تدخله جوه الريفت عادي بدون اي مشكله خالص. هتقول له امبورت اوتوكاد، ومن ضمن الامتدادات هيكون فيها السكتش اب، فتقدر تدخل الملف بكل التفاصيل اللي فيه.